عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات مطبخ سر الصنعه على الهواء مباشره. النهارده عندنا حلقه حلوه قوي، عندنا حلقه قويه جدا. هنستخدم فيها مكون واحد وهو البيض علشان نعمل بيه وصفات حلقتنا النهارده. فالنهارده عندنا حلقه قويه. هنبتدي بايه؟ وهنبتدي بالعجه. مفيش حد ما بيحبهاش، يعني العجه، بس العجه بقى ايه القديمه دي اللي هي البصل فيها كتير شويه ومسكره وعامله زي الكيك، فانا بحبها جدا. هقول لكم الاول ارقام التليفونات وبعدين نعملها مع بعض. 0900 9710 او من اي موبايل 1710. نقول المكونات بتاعه العجه. محتاجين بيض 7 بيضات، 2 بصل كبير مبشور، خضره اللي هي حزمة شبت، بقدونس، كزبرة، طماطم مبشورة، 3/4 كوباية دقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، كمون وملح وفلفل. يلا بينا. هنسخن الطاسة بتهيألي مفيش حد ما بيحبش العجة. أنا عايزة أشغل البوتاجاز. الاول هناخد 7 بيضات كده هنا، خلينا ناخدهم 2 4 6 7. بوتاجاز فيه مشكلة. طيب هبتدي كده هنا. الخضرة أهم حاجة تبقى كتيرة، فنعمل حسابنا كده في شوية خضرة حلوين. طماطماية مبشورة، البيض كده، معانا تليفون حبيبة. تليفون فصل، حاولي تكلمينا تاني يا حبيبة. نشيل البيض و معانا مي. الو يا مي، عاملة ايه؟ اهلا اهلا، ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. بحب حضرتك جدا. وانا كمان بموت فيكي. انتي اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، منوره الشاشه. ميرسي يا حبيبتي. عندك اي سؤال؟ لا، كنت بسلم على حضرتك. صباح الفل، يسعد صباحك. مبسوطه اني سمعت صوتك يا ميويا. طيب ضربنا البيض، خليه كده جنبي. اول حاجه هنحط الزيت على طاسه سخنه. في كذا طريقة للعجة أو كذا مسمى للعجة. في ناس بتقول على الطعمية اللي بالبيض كده عجة، دي عجة بيض وخضرة زي زمان، زي ما كانوا جداتنا بيعملوها. طبعا ليها كذا طريقة وكذا مقادير، ويعني دي طريقة بتظبط جدا إن شاء الله معاكو. هنحط البصل، هي البصل بتاعها كتير شوية كده، فكتروا في البصل براحتكم. هجهز جنبي الطماطم والبهارات والدقيق وكل حاجة جاهزة. نزود شوية زيت. الفرن شغال زي الكيك بالظبط، بنسخن الفرن علشان تدخل على فرن سخن. درجة حرارة الفرن هتبقى 190. خلينا
البيض كمان لازم نضربه كويس قوي علشان يرتفع معانا. هنتبل البيض كده بشويه من الكمون والملح والفلفل، بصلة شوية بتاخد وقت بس تمام. في ناس كتيرة قوي ما تعرفش العجة، البصلة لازم تدبل. حبيبة. نعم. يا حبيبة ازيك؟ الحمد لله خير. ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله. تعرفي تطبخي؟ ايوه. بتعملي ايه؟ بعرف اعمل الكيك. انتي عندك قد ايه؟ 13 سنة. ما شاء الله، تخشي المطبخ بقى وتساعدي وتعملي كل حاجة. والله احنا لازم ندخل المطبخ من واحنا صغيرين. اهي معلش، يا دي قناة سي بي سي سفره، دي بانوراما فود بي ان سي. هي البصله بتاخد وقت شويه بس انا كنت عايزه اعملها معاكم على الهوا علشان تشوفوا انهي لون وانهي وقت هتظبط فيه. خليني ازود لها شويه زيت واحنا مع بعض نجهز. كمان نجيب الصينيه وندهنها زيت على ما البصله تتحمر. شوية زيت حلوين كده علشان ما تلزقش مننا. صينية الألمونيوم دي اختراع في الخبز، بشتغل فيها على طول لما بيبقى عندي حاجة عايزة اطلعها مظبوطة زي العجة كده. بصلة قربت، بصوا بتدبل كده بتتحول للون ذهبي لطيف. قربت بس لسه، علشان الطعم ده هو اللي بيدينا الطعم المسكر. التسكيرة هتطلع من البصل دلوقتي. انتوا عارفين ان كل مرحلة من مراحل البصل ليها طعم، كل مرحلة احنا يعني لحد ما بيبقى تقلية وبتشوفوا طعم التقلية مختلف ازاي، لحد ما بيبقى شوية بني متكرمل وبتشوفوا طعمه مختلف ازاي. البصلة الصفراء اللي بنستخدمها في الخضار العادي ليها طعم، فالبصل كده ليه ايه؟ ليه طعم كده مختلف في كل مرحلة من مراحل طبخه. بس انا من الناس اللي بتعشق البصل والثوم. قربنا خلاص وهنجهز في ايدينا كده البهارات، نرش شوية كمون. معانا ليلي. ايوه، ازيك يا شيف دعاء؟ يا اهلا يا اهلا. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، الف حمد وشكر، الحمد لله. منوره يا حبيبتي، منوره الشاشه، صدقيني. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي، تسلمي، ده نورك. امبارح ما جيتيش صح؟ امبارح كانت اول حلقه. جيت بس ما كنتش لايف. ما كنتش على الهوا. بالظبط بالظبط.
ربنا معاكي وانتي زي العسل وربنا يوفقك يا حبيبتي. ميرسي، ربنا يسعدك، الف شكر. طيب بصوا بقى عملنا ايه، حطينا كده الكمون على ايه البصله، هنحط عليها شويه ملح وهنحط عليها شويه من الفلفل الاسود. احنا متبلين البصل ومتبلين البيض، تمام؟ لو حابين تغمقوا على كده اوكي، بس تتكه كمان اكتر من كده بلاش. خلاص ريحه الكمون طلعت وكله بقى زي الفل، هنحط الطماطم وهنحط شويه من الخضره، اللي عايز بقى يزود قرن فلفل حامي، اللي عايز يزود فلفل رومي براحته، قرن الفلفل ده اختياري بس بصراحه طعمه بيبقى يجنن. هحط شويه من الخضره هنا كده، انا بحب احط الخضره على مرتين، اللي عايز يحط كله هنا براحته. ندبل الخضره كده مع البصله تدبل ولونها يغير، والبصله تاخد وتدي مع الطماطم، والخضره كده تبقى زي ما احنا شايفين. هوريكم بقى احنا محضرين ايه. اهي الخلطه كده بعد ما توصل انها دبلت خالص. طيب ليه عملنا كده؟ علشان احنا مستحيل مستحيل نشتغل بالخلطه دي وهي سخنه، لو عملنا كده هتبوظ مننا خالص، فلازم الخلطه تبقى بارده تماما تماما علشان نقدر نعمل العجه. فاحنا عملنا الخلطه زي ما عملتها معاكم كده، وهاخدها دلوقتي وابتدي اشتغل في العجه بتاعتي. دي كده ناخد بارده، مطمنه انها بردت كويس قوي وزي الفل. هحط عليها البيض ونكلم نور. الو الو، ازيك يا سيف؟ اهلا اهلا، عامله ايه يا حبيبتي؟ صباح الفل، انا كويسه الحمد لله. صباح النور عليك يا روحي، انا بحبك جدا. وانا كمان بحبك قوي الحقيقه، مبسوطه جدا اني بشوف حبيبتك ودايما متابعاكي. ربنا يخليكي، شرفني متابعتك يا حبيبتي. عندك اي افكار، حابه تقولي اي حاجه، عايزه نعمل حاجه معينه في الفتره اللي جايه؟ كنت عايزه طريقه الكريم كراميل. حاضر، نعمله مره على الهوا الاسبوع الجاي ان شاء الله. يا هاله ظبطي لنا الاسبوع الجاي ان شاء الله نعمل كريم كراميل على الهوا. هنحط كده البيض المضروب كويس والخضره بتاعتي وكله تمام، هحط البيكنج باودر على الدقيق وهنخل كده هنا الدقيق والبيكنج باودر. النخله دي برضو مهمه علشان الهواء والتفاصيل بتاعه نخل الدقيق. يلا خلينا نعمل كده، نقلب. احنا ملحنا كله تمام مظبوط، تبلنا على مرتين زي ما انتوا شفتوا، وهنعمل كده نضرب كويس. مين فينا بقى ما بيقعدش كده في يوم ما يلاقيش، يلاقي الفريزر كله ما فيهوش ولا لحمه ولا فراخ؟ اكيد كلنا بنتعرض للموقف ده عادي يعني، فبالتالي بنفكر ايه البروتين اللي ممكن نستخدمه عندنا في البيت ويبقى غدا ويبقى افطار. فانا بالنسبه لي البيض الحقيقه من البروتين اللي ممكن جدا استخدمه في وصفات تنفع غدا، فبالتالي العجه دي وصفه غدا يعني مش شرط افطار. بالعكس انا شايفاها ان احنا كتير جدا بنتغدى في البيت عجه، والوصفات بقيه الوصفات اللي هتشوفوها تشوفوا كمان وصفه غدا تانية، وهنعمل وصفتين فطار. خلينا ايه نظبط كده. اوبس، معانا هاجر. الو يا هاجر، انا هحط العجة في الفرن.
انا معاك يلا. انا اول مره اشارك على الهواء ومبسوطه ان انا بكلم حضرتك قوي. ياه ده من حظنا الحلو، ده حظ حلو النهارده. مبسوطه ان انا بجد بكلم حضرتك قوي قوي يا حبيبتي. انا اللي مبسوطه اكتر، لانه انت كده عملتي حاجه كبيره قوي عندي والله، انك كلمتيني دي اكتر حاجه بتسعدني. ربنا يخليكي. تحبي نعمل اي حاجه الفتره اللي جايه؟ عندك اي افكار؟ طيب ابعتوا لنا دايما على مين؟ ابعتوا لنا دايما على صفحتنا، وابعتوا لنا دايما على الكومنتس. ايه انا بقرا كل الكومنتس، بشوف كل التعليقات بتاعتكم، علشان انا بستفاد من التعليقات دي جدا، انه بعرف نعمل ايه ما نعملش ايه. انبسطتوا؟ الحلقه كانت حلوه؟ فالتعليقات بتاعتكم مهمه جدا. اللي ما يلحقش يقول لنا في التليفون يقول لنا دايما في التعليقات على صفحه سر الصنع، على بي ان سي، في اي حته. نطلع فاصل، هلم الدنيا كده بقى واحضر لكم الوصفه اللي جايه. نطلع فاصل، استنونا بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل وبنحضر دلوقتي الوصفه الثانيه، وهي البنديكت اج. وصفه فطار كده لطيفه تنفع للفطار، هو فطار مطاعم كده واوتيلات شويه. هجيب لكم او جبت لكم الوصفه بطريقه شويه اضمن، وعلشان ما تبصش منكم ولا حاجه. وصفه لطيفه جدا، هقول لكم دلوقتي هنعملها ازاي مع بعض. بيض، محتاجين بيض، توست ابيض، افوكادو، سلمون لو متاح، سموك سالمون، تركي لو متاح برضو، جبنه تشادر، شرايح، و خل وميه مغليه. بص بقى هنعمل ايه. انا هنا حاطه الميه بتغلي، اوكي. بص هنعمل كده، انا حاطه البيض في اهو شايفين الشكل ده الاسترتش اهو، علشان هقفله معاكم دلوقتي وهوريكوا ازاي نعمله، وهحطه في الميه اللي بتغلي. لطيف جدا، وصفه لطيفه جدا ولعبه لطيفه كده. خلينا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي. هوريها لكم دلوقتي، انا بحط في الطبق كده اهي. نجيب الاسترتش ونحط البيضة كده، وبالراحة نقطعه. نلمها من كل الجوانب كده على بعض، كده كده كده، ونربط كويس. نقفل كويس كده. تعالوا نشوف هنا ايه اللي حصل. قربت. ممكن نحط اللي عندنا كلهم، بس اهم حاجه نطمن، عشان لو في حاجه مش مقفوله كويس هتبقى ايه، مشكله، هتفك يعني معانا في الميه. فاهم؟ نقفل كويس ونطمن ان هم قافلين كويس. دي بقى وصفه فطار لطيفه كده بالبيض، وصفة جديدة للناس اللي ما جربتهاش، جربوها هتعجبكم قوي. المفروض ان احنا نحط، انا دلوقتي عايزة بس ايه، احط خل في المية دي برضو، هيفرق شوية. المفروض ان احنا لو مش بنعمل كده، لو مش هنعمل كده، الاصلي بتاعها انه اعمل ايه، احرك المية، احرك المية، احرك المية، واروح حاطه
البيضة زي ما هي هتطلع معايا نفس الشكل، بس الطريقة دي بتضمن لكم شوية نتيجة أفضل. وللناس اللي ما بتحبش ان البيض يبقى لامس المية او يبقى اتسلق في المية بالشكل المعروف يعني بتاع الوصفة دي، دي بالنسبة لهم هتبقى لطيفة. احنا بنستنى لحد كده ايه ما الصفار والبياض يلموا على بعض والبيض يبقى استوى من الحرارة، وبعدين بنطلع الكلام ده ونفكه ونبتدي الوصفة. وصفة لطيفة، يلا بينا نبتدي كده ايه نطلع شوية شوية. ناخد طبق نجرب واحدة لسه شوية. معانا مروة. الو ازي حضرتك شيخة؟ اهلا وسهلا. انا ازي حضرتك شيخة، بحب حضرتك قوي. انا كمان بحبك قوي يا مروة. عاملة ايه؟ انا تمام الحمد لله. عندك كام سنة؟ والله بحب حضرتك قوي. وانا كمان بحبك قوي قوي. ماما كانت طالبة رقم حضرتك عشان كانت عايزاكي في حاجة، ممكن؟ من عينيا الاتنين طبعا، هتاخدي حالا من الكنترول عشان اكيد مش عارفة اقوله كده على الهواء. هنحط جبنة كده، انا بوريكم بس السندوتشات بقى بتتعمل ازاي دلوقتي. هنطلع كمان بس ايه، خلونا ده الافوكادو نطلعه كده بالمعلقة. ونقطعه قطع. هنرص الأفوكادو كده. ممكن ليمون كمان عشان الأفوكادو ما يغيرش لونه. تعالوا نطلع كده شوية من البيض اللي اتعمل. هنسيبه يبرد شوية وبعدين هنفتحه. خليه يهدى هنا كده وهنحط عايزه اشوف. هنرجع تاني للافوكادو. طبعا مش مهم افوكادو خالص، ممكن يبقى اي حاجه عندكم، اي خضار، جرجير، عندنا فلفل الوان مثلا، فلفل الوان مشوي بيطلع تحفة، بس مجرد ان احنا شوينا الفلفل الالوان مش قادرة اقول لكم الطعم بيبقى عامل ازاي تحت البيضة دي وتحت السالمون لو عندنا سالمون، لو ما عندناش وهنستخدم التركي زي ما احنا عاملين اللانشون، اي حاجة. عايزة اقول لكم كمان ممكن فراخ مسلوقة ومحمرة، يعني حبة فراخ كده نكون سلقينهم ومحمرينهم ونفصصهم ونعمل بيهم الساندوتش ده بيبقى تحفة. نعمل كده ونختار بقى هنعمل ايه. مثلا نحط سالمون كده، في صوص تاني كده بيتعمل من عليه من فوق، بس انا قلت ايه اقدمه النهاردة من غيره علشان ممكن تستغربوه شوية عشان هو صفار بيض وكده، فخلينا نقدمه بالشكل ده والمرة الجاية نقدمه بالشكل التاني بالصوص بتاعه. هنحط كده، انا بحب احط رشة ليمون
حبه خضره ممكن يبقوا اي حاجه بقى، كزبره، شبت، شبت بيبقى جميل مع السالمون. هنحط هنا كمان التركي كده، الفراخ كمان اللي هو اللانشون الفراخ ده بيبقى جميل. تعالوا نفك البيضة، عايزين، محتاجة مقص، ممكن حد يدخلي مقص؟ انا ممكن احاول اجرب كده افكها بسكينه على ما تدخلولي مقص. اعتقد نستنى المقص احسن. اهو المقص جه، يلا هناخده حالا. انا فكيتها خالص وهحطها كده على بالراحه. نكلم ندى. يا ندى. الو الو اهلا اهلا، ازيك يا ندى؟ انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي، بس اقولك على حاجه، اسمعيني من التليفون، ابعدي عن التلفزيون خالص. قفلت الصوت. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي ايه الاخبار؟ كويس الحمد لله. طمنيني بقى، مبسوطه بالبرنامج؟ حلوه الافكار؟ حلو. طب الحمد لله. عندك افكار جديده تحبي نعملها؟ لا، عايزه طريقه التارت. طريقه التارت، حاضر. ايوه كده، قولوا لي افكار. البيضه دي طلعت شكلها احلى فهحطها كده، علشان بصوا لما بتهدى شويه بتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما انتوا شايفين كده. تمام، نظبط الطبق بتاعنا ونحط شويه زيت كده، حبة زيت، ممكن يبقى زيت زيتون، ملح وفلفل. ساندويتش فطار عالمي. هنعمل كده، ممكن نحط جبنة تاني وممكن نسيبه كده، انا هسيبه بقى كده كفاية. بس احنا كده هنحتاج ان احنا نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه معانا وصفات، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل وعايزه افكركم عملنا ايه قبل ما نطلع فاصل للناس اللي لسه داخله. الحلقه النهارده حلقه بمكون واحد اساسي اللي هو البيض، ما عندناش بروتين لحمه وفراخ، عندنا بيض، هنعمل بيه اكلات تنفع غدا وتنفع عشاء وتنفع فطار وتنفع كل حاجه. فبما ان عندنا في الثلاجه بيض احنا تمام، نتغدى النهارده عيش بلدي وعجه، عملنا عجه وعملنا كمان فطار شيك قوي ولطيف قوي، البنديكت اج اللي هو بيض كده لطيف بقى، وعملناه سندوتشات خطيره كده. نطلع العجه من الفرن علشان خلاص، وانا هسيبها هنا بس تهدى وبعدين نقطعها مع بعض وندخل على الوصفه اللي بعدها اللي هي وصفه غدا حلوه قوي 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 قوي. اللي ما جربهاش بليز لو سمحتوا جربوها، هنعمل حمص بالبيض. الوجبه دي غدا قوي، يعني جعانين وعايزين نتغدى حاجه حلوه، هي كده بقى عيش بلدي، حبه مخلل حلوين، وهنطبخ طبخه بالبيض، هنعمل حمص بالبيض. حمص الطبيخ بتاعنا الجميل ده، هحط زيت انا بس الاول كده واقول لكم على المقادير بتاعتنا. محتاجين ايه؟ محتاجين حمص طبيخ وبصل
ومحتاجين صوص عصير الطماطم ومعلقتين صلصه وبيض طبعا زي ما تحبوا بقى وعلى حسب العدد اللي انتوا هتاكلوه اليوم ده. اول حاجه هحط البصله كاني بعمل خضار عادي. انا دلوقتي هعمل تسبيكه كاني هعمل خضار زي اي خضار. هصفر البصله طيب عادي بتحصل. الزيت نزل كله في ال... بتحصل. اوكي نصفيه طيب شويه نشيل شويه زيت. ماشي نشيل شويه زيت او نزود بيض على راي المخرج. لا يا استاذ احمد مش هينفع نزود بيض يعني انا هحاول اقلل شويه زيت وخلاص. موضوع بسيط. بالنسبة بقى اللي بتاعت الزيت دي احسبها معايا بعد الهوا. يلا انا صفيت كده حبة زيت حلوين ونرجع عادي لوصفتنا. اوكي بصلة اتفرت. هنحط عصير الطماطم على معلقه الصلصه. انا بحب اميكس طماطم بالصلصه علشان الطعم واللون وعلشان حاجات كتيره بصراحه. يعني انا بحب جدا معلقه الصلصه دي بتدي تقل كمان كده للصوص فبالنسبه لي بتبقى لطيفه جدا. طيب الفكره بقى دلوقتي انا عملت ايه؟ عملت حركه نميثه اللي هي ايه؟ سلقت الحمص قبل الهواء. لكن انتوا لو حابين تسووا الحمص في التسبيكة هتحطوا الحمص ني عادي خالص. اوكي انا سلقته. ممكن تعملوا كده وممكن تعملوا كده. انا مش هيبقى عندي وقت طبعا استناه يستوي فسلقته قبل الهواء. الاثنين تمام والاثنين اوكي. اللي استوى في التسبيكة تقريبا تقريبا نفس النتيجة يعني. هنحط شوية مية كده. دايما في المطبخ مية مغلية في ايدينا. فيه شوية مية مغلية على طول. هو ده اللي بزود بيه اكلي كله. اوكي هنسيب الكلام ده بقى ايه يتسبك كده شوية ويبقبق ونحط له ملح وفلفل. ملح ونجهز البيض. انا الطاسه دي مثلا ممكن تاخد مني 6 بيضات فهحط ونشوف على حسب احتياجنا. أكلة تنفع غدا وبعدين تحسوها ايه شكشوكة ومش شكشوكة. طبعا لو حابين بقى نحط قرن فلفل اخضر نحط ايه كمان ممكن نحط كمان. انا كنت بحط مرة فيها بتنجان في شكشوكة ايراني فيها بقى بتنجان مشوي يعني نفس اللي انا عملته ده بس بحط لها بتنجان مشوي. تجنن. عايزين تحطوها في الفرن اوكي. عايزين تسيبوها تستوي من بره كده من على النار تمام جدا. لسه ما اتسبكتش قوي. انا عايزه اوسع واحط البيض يعني مش عايزه احط البيض كله وينزل كده ايه يتقلي. لا انا عايزه اوسع لكل بيضه واحطها فمش مش هكسر البيت كله. خلينا نعمل كده احسن. عايزه بس ازود شويه فلفل اسود.
احنا ممكن على ما تتسبك كمان اقطع العجة. محتاجة سكينة. ريحة العجة خطيرة. معانا تليفون يا جانا. الو. هاي هاي. هاي جانا. هلو، انا بحبك قوي يا حبيبتي وانا بموت فيكي. عامله ايه يا جانا؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 11. ما شاء الله. بتطبخي؟ بتعملي ايه؟ اكل ايه؟ بعمل بطاطس وبعمل كريب. برافو. وبتدخلي بقى مع ماما المطبخ؟ ايوه. برافو عليكي. قولي لي، عايزه مني حاجه؟ في حاجه اعملها لك مثلا الاسبوع الجاي؟ عايزه اعرف ازاي اعمل البانكيك. بانكيكس حلوه. كان المفروض كمان النهارده يبقى فيه بانكيكس، بما اننا النهارده استخدمنا بقى كل الوصفات اللي تقريبا فيها بيض. لا، نعمل بانكيكس ان شاء الله. انا عايزه اقطعها. خلينا هي كيكه حادقه كده جميله، سخنه شويه بس رائعه. ريحتها تحفه. اللي ما يعرفهاش وما دقهاش قبل كده فايته كتير. معانا زياد. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عايز اسال حضرتك ازاي البيتزا بتتعمل. من عيني. حاضر حاضر يا زياد، نعمل البيتزا. هي بس اهم حاجه ان احنا نعجن البيتزا كويس، دي اهم حاجه عندي. وبعدين بعد ما نعجن البيتزا كويس قوي اقول لك بقى المقادير. خلينا نحط البيض واحكي لك دلوقتي عن البيتزا كتير. دي انا كمان عامله وصفه اهي قبل الهوا. نسخه وصفه. طيب، عندنا كمان عايزه اقول لك ان احنا عندنا يوم الجمعه في حلقه بيتزا، عايزاك تتفرج عليها بقى يا زياد وتقولي رايك، عشان دي حلقه قويه جدا جدا جدا، حلقه الجمعه اللي جايه دي. خلونا ناخد كده البيض ونوسع ونحط بيضة وبيضة. خلينا ايه نوسع كده للبيض. لو عايزين تدخلوه الفرن اوكي، بس لو اتغطى او دخل الفرن ممكن تلاقوه ايه اتغطى كله كده. انا يعني على نار هاديه كده، على النار هسوي عادي. خلينا نعمل كده. نحط واحده كمان. ممكن واحدة هنا
احنا هنطلع فاصل بس ايه، احط دي على النار ترجع تاني عشان تشوفوها بعد الفاصل، وهي ان شاء الله مخلصينها تبقى زي الفل. اوكي هنرجعها كده، هنهدي النار و ايوه تمام. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه في وصفات ما تمشوش، اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل ومكملين وصفاتنا بمكون أساسي وهو البيض. يلا بينا ندخل على الوصفة اللي جاية وهي الفرنش توست بطريقة لطيفة كده، هنحشي موز وهنعمل له حركات. يلا بينا هقول لكم المقادير. محتاجين بيض، توست أبيض، كوباية لبن، زبدة، فانيليا، قرفة باودر، موز أو بقى أي يعني فاكهة ممكن تزينوا بيها، بس احنا هنحشي بالموز، فلو حابين تحطوا جنبه فراولة أو حاجة مفيش أي مشكلة ومش هنلفه. طيب أول حاجة بس عايزة أرش رشة كمون هنا عشان نقفل الوصفة بتاعتنا اللطيفة دي. رشة كمون على الحمص بالبيض، أوكي، على رشة من البقدونس كده، وهحطه هنقله بس على النار كده، بقيله تكة صغنطوطة قوي، وهوطي برضو ههدي النار معاه. تمام نيجي هنا نحضر الوصفة بتاعتنا. هنحط اللبن على البيض، انا مثلا هاخد هنا 3 بيضات، من بيضتين لتلاتة براحتكم خالص مفيش مشكلة. نجيب شوكة ونحط بقية المقادير بتاعتنا. هنحط ايه بقى؟ هنحط فانيليا، لازم فانيليا، ورشة قرفة. نبعد الكمون كده عشان ما احطش كمون. اللي عايز يزود سكر او عسل في العجينه براحته. اهي كده تمام في الخليط يعني مش في العجينه. اوكي هاجي هنا للتوست وهعمل كده، هفرده. خلينا نبعد كده ندخل. رحمة هاي. الو اهلا اهلا يا رحمة، ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، دايما يا رب. عاملة ايه؟ الحمد لله. قوليلي متابعينا على طول؟ طب اول ما البرنامج ابتدى. مبسوطة؟ حلو البرنامج؟ جميل قوي. طب الحمد لله يا حبيبتي. ماشي. عندك اي افكار؟ طريقة عمل مكرونة بالبشاميل. حاضر من عينيا، احنا حاطينها والله في الخطة علشان
اتطلبت مننا، فحاضر من عيني. خلينا نسيح الزبده كده. طيب انا ما قلتلكوش احنا هنا عملنا ايه، هنعمله تاني مع بعض دلوقتي حالا. انا حشيت التوست بعد ما فردته فرده بسيطه كده، رحت حشيه موزه، وهاخده دلوقتي. انا هولع بس، هعلي النار وهحطه على الزبده. بصوا الزبده اهي هنا، اول ما هتسيح هنزل عليها التوست على طول، توست محشي موز. هنعمل واحده تاني دلوقتي مع بعض لحد ما نكمل الطبق بتاعنا. يلا خلينا نشوف البيض. اه البيض كده تمام زي الفل. انا ممكن كمان ايه نشيل بقى كل حاجة ليها علاقة بالبيض والحمص. نيجي هنا نرجع تاني للوصفة بتاعتنا. هنفرد كده، لو عايزين من غير الطروف مفيش مشكلة، انا شغالة بالطروف عادي وبحبها. هنقطع موز رفيع بالشكل ده، ممكن نرش عليه رشة قرفة، رشة سكر، ونلف كده كده اهو، ونضغط كويس ونحط في الخليط. هنحمره كده كويس قوي في الزبده، والنار ممكن تبقى متوسطه. نعمل كده تاني. معانا تليفون. ام مالك. اهلا يا شيخ دعاء، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ اخبار البرنامج ايه؟ لا تمام كويس الحمد لله. مبسوطه؟ اه قوي. طب الحمد لله. الوصفات عجباكي؟ ايه رايك في حلقه النهارده؟ لا جميله جدا. طب الحمد لله يا حبيبتي ان الفكره عجبتك. عندك اي سؤال؟ لا كنت بس لحضرتك. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. حط الزبده كده. ونقلب ونحمر التوست من كل النواحي. نقدر نعمل كده من غير ما نلفه، ومن غير ما يبقى موز، ومن غير ما نحشيه، ومن غير اي حاجه؟ اه طبعا ممكن جدا، مجرد ان احنا بس هنحط التوست في ال هنا، هنحطه هنا في الخليط اللي احنا عملناه، هيبقى زي الفل. وهنشوحه كده زي ما انا بشوح هنا في الزبدة وبس كده. عارفين بقى كمان ممكن نعمل ايه؟ بصوا هنعمل كده دلوقتي، هوريكوا حاجة لطيفة قوي. نقطع الموز شوية مش رفيع قوي، ونحمره كده في الزبدة كمان، هيبقى حركة لطيفة جدا. الموز المقلي ده جميل جميل جميل. يلا نعمل واحدة كمان. نضغط كويس بايدينا، انا عارفة ان انتوا هتبقوا شغالين بايديكوا، دايما الضغطة احسن، هتبقى بالايد كده التوست، وبعد كده بسيبه بقى كده يتشرب ثواني من الخليط، ولازم اسيبه شويه كده يتشرب، يعني زي ما انتم شايفين يطرى كده علشان يبقى شارب من الخلطه. عايزين نشوف هنا ايه الاخبار، عشان لو في حاجه تمام نطلعها. احنا ممكن ناخد اول واحدة دي نطلعها كده هنا.
طعمه بيبقى يجنن. حبة الموز المقليين دول كمان هيدونا طعم حلو قوي قوي قوي. خلونا ناخد اللي احنا مغطسينها هنا دي كده ونحمر. ننزل على الناحية اللي احنا قفلناها عشان تقفل معانا. بصوا اهو اتحمر حلو قوي. لو عايزينه محرمش اكتر نسيبه عادي جدا. حبة سكر بني، رشة سكر كده، خلينا ناخد ده كمان. يلا قربنا نخلص اهو. هلم بس حاجتي كده وابقى ايه خلصت الحلقة النهاردة بالوصفات بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين احنا عملنا حاجات حلوة قوي 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 باستخدام البيض. يعني لو انا ما عنديش في البيت ولا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة، عندي بيض وبصل وطماطم، عندي بيض ولبن، عندي كل المكونات اللي موجودة عندنا في البيت عادي جدا بنتعشى بيها، هتبقى سهلة قوي ان احنا نتغدى. في تليفون دعاء. ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا، ازيك انتي؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. قوليلي ايه رأيك في حلقة النهاردة؟ لا جميلة، مفيدة، حسيها مفيدة ان احنا عملنا كده علشان يبقى عندنا افكار كتيرة لمكون واحد زي البيض مثلا لو موجود في البيت. ايوه لا هي جميلة جدا. طب الحمد لله. انتي متابعانا على طول؟ او قولي لي يا دعاء عندك اي افكار؟ زي ايه؟ اي فكرة لينا، وصفة اعملها، نفسك في طريقة حاجة، اي فكرة. الصراحة نفسي حضرتك تعملي بيتزا. احنا لازم نعمل بيتزا يا هالة، احنا لازم نعمل بيتزا. خلاص في حلقة الجمعة الجاية هتشوفوها ريليتد بالبيتزا. شكرا يا دعاء. هتشوفوا ان شاء الله حلقة حلوة قوي ريليتد بالبيتزا يوم الجمعة من سر الصنعة، هتنبسطوا بيها قوي ان شاء الله. اتفرجوا عليها. واحنا كمان هنعمل حلقة ازاي نعمل بيتزا في البيت قريب جدا 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 ان شاء الله. طيب يلا هنطلع بقى كده الفرنش توست علشان هنبقى خلصنا. نحط كده ايه موزة اللي شوحناها جنبهم ونحطها هنا على جنب. شوية من صوص كراميل وصوص شوكولاتة هيظبطوا معانا الشكل لو متاح. يلا خلصنا، خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب. نشوفكم بكرة ان شاء الله في حلقة جديدة وسر الصنعة. باي باي.